ازاي هتعمل كده يا كابتن في ظل تلاحق وتلاحم المواسم ورا بعض؟ بمعنى احنا السنه اللي فاتت ما ريحناش ما بين الموسمين يعني. بالظبط. وبعدين السنه دي انت عندك ان شاء الله اخر مباراه يوم الجمعه، هتلعب 10 لعيبه تقريبا او 9 لاعبين هيروحوا منتخب مصر، وبالتالي هم القوام الرئيسي للنادي الاهلي، هيرجعوا من كاس من منتخبنا الوطني، هيلعبوا في كاس مصر بناء على التسريبات اللي انا ما اعرفش اللي هي صحيحه ولا خاطئه، وبعد كده هتلعب الدوري، هتلعب السوبر الافريقي يوم 24، وبعد كده تلعب الدوري الجديد. طب ايه يا كابتن، ازاي هتقدر تعمل كده في ظل تلاحم هذا التلاحم الشديد جدا؟ يعني اللعيبه حتى مش هتلحق تريح 4 5 ايام، في لعيبه 10 لاعبين مش هيلحقوا يريحوا يومين ثلاثه. طبعا، واللعيبه اللي بتروح منتخب مصر دايما منتخبات مصر القوام الاساسي هو لعيبه النادي الاهلي. مظبوط. ودي المسؤوليه الوطنيه اللي بيقوم بيها النادي الاهلي تجاه البلد. مظبوط. ولكن الفتره اللي جايه مش هينفع اللجنه الثلاثيه كاس مصر تضغط فيه ماتشات عشان تتلعب، مش هينفع الكلام ده. انا اعتقد انا شفت كابتن سيد عبد الحفيظ في تصريح لي معاك برضو من يومين او حاجه، قال ان مش هينفع الكلام اللي حصل قبل كده يحصل تاني، ان انت تضغط لي ماتشات في بطوله وعندي بطوله تانية ممكن يتاثر عليا في البطولتين اللي جايين نتيجه ضغط ماتشات ولاعيبه كم كبير هيكونوا في منتخب مصر. انا متهيألي لا، هتكون في وقفه ووقفه جامده. اه طبعا صعب جدا يا كابتن، انا الحقيقه مش متخيل الله يكون في عون اللاعبين في ذلك الوقت. طبعا ومن المفترض ان انت تلعب. اه طبعا، ما هو انت ممكن لا قدر الله تلعب مباراه ويحصل لا قدر الله حاجه، ولكن في كاس مصر يعني، ولكن انت افرض كسبت. ايوه كسبت كام؟ ده المتوقع باذن الله. تكسب باذن الله هتلعب 4 مباريات قبل السوبر الافريقي. قبل السوبر الافريقي في اقل من 10 ايام او 12 يوم بعد الضغط الرهيب دون. لا استحاله بدنيا فنان. لا ولا لو ده ممكن حضرتك قول لنا. ولا بدنيا ما ينفعش، ذهنيا ما ينفعش، غير بقى لو هم عايزين يعملوا اي حاجه في دماغهم، بس ده برضه مش هيتم. يعني باذن الله ان احنا نضغط، لا مش هيتم باذن الله في الفتره اللي جايه. انا بس وكابتن خطيب وهو بيكلم اللعيبه بتاعتنا، انا يا ريت مخرجنا يجيب اللقط نشوف وش اللعيبه كم بقى التركيز والدوافع الجديده كده. اللقطه يا سمير لو سمحت، الدوافع الجديده اللي اتخلقت نتيجه كلام كابتن محمود ليهم باين على وشوشهم، باين الاصرار وباين التركيز. بص حضرتك على وشوش اللعيبه، كابتن محمود طبعا بيتكلم، شوف وشوش اللعيبه، شوف كم التركيز وكم الزعل. يعني شوف هم زعلانين جدا، يعني هم حاسين بمسؤوليه وحاسين ان هم في حاجه راحت منهم كنا متعودين ان احنا ناخدها عشان يفرحوا جمهورهم، ولكن لاسباب كتير قوي راحت. انما انا شايف ان كلام الكابتن محمود التوقيت بتاعه كمان مهم جدا، وعلى فكره التوقيت ده ما يعملوش غير الكابتن خطيب. يعني ما هو كان ممكن اي حد تاني الكابتن خطيب يتكلم تاني يوم او يقعد معاهم تاني يوم. لا ده هو في وقتها التوقيت مهم جدا، لان هو طبعا اسطوره كره القدم في مصر وفي العالم العربي، عرف امتى يتكلم وعرف امتى ان اللعيبه دي محتاجه الكلام دلوقتي ومحتاجه الثقه ومحتاجه الحمايه، ونزل لهم الملعب بيكلمهم قدام الناس سواء الإعلام أو في الملعب قدام الجماهير.